يوم نحكي intellectual property هو الملكية الفكرية تشمل هذه القوانين، تشمل حق المؤلف جيد، تشمل براءة الاختراع والملكية الصناعية والملكية الأدبية، كله بيجي تحت، بيجي كله تحت باب الملكية الفكرية. وليت راح نيجي نوضحها. وعلى فكرة مش القانونيين بيعرفوا، لكن أنتوا كثير أنا واجهت يعني أسئلة من ناس على فكرة في الاي تي وعواجه تحديد، عواجه تحديد الاي تي اللي بيحكوا، اللي حكوا في عدة جلسات يعني مؤتمرات، يعني إنه إحنا في فلسطين معنا قوانين فكرية. هذا انطباع خاطئ. إحنا في فلسطين لا نحترم الملكية الفكرية مصر، لكن عندنا قوانين ملكية فكرية، وعندنا أحسن، مش أحسن قانون، لا ما بحكي إنه أحسن قانون، عندنا قانون بحمي الحق المؤلف، وبناء عليه لا يجوز لي إني آخذ سوفت وير، لا يجوز لي إني على سبيل المثال إنه أسرق أي عمل أدبي على سبيل المثال، أو عمل أي عمل، يعني قد يكون عمل أدبي، قد يكون تقريبا تطوير بروجرام أو أي شيء جيد، كل هذا. وخلينا ندخل أنتم في الاي تي، عندكم شيء اسمه، احنا عندنا في القانون اسمه الكوبي رايت جيد. أنتم تبعين الاي تي طورتوا لنا شيء واصبح ليجل بالضبط، الكوبي ليفت عكس الكوبي رايت. الكوبي رايت انه بتحفظ انا الملكيه الفكريه، الكوبي ليفت بدي اتركها. انتوا طورتوا الاي تي، وهذا الشيء تطور ومنه اجى الاوبن سورس كود جيد، الاوبن سورس كود جيد. خلينا نحكي فيه لانه بهمكم، هذا بهمكم جدا انه واحد يعرف طيب الاوبن سورس، شو الاوبن سورس كود، طيب شو النتائج القانونيه المتعلقه بالاوبن سورس جيد. هذا بنحكي عنه شوي، يعني انا مش كثير هذا المثال طلع، يعني لو سمعتوا كثير حكى كثير شيء مهم جدا. حكى في النوت بتيجي بتدخل على ويب سايت وبتاخده وبعرف ايش بتنزل بتعمل داونلود، لكن في جهه اللي بتيجي تحكي لك تابعه بتيجي تغرمك. في عندهم في داخل الشرطه، في عندهم اجهزه متخصصه بهذا الشيء، أجهزة تنفيذية، وقد تكون تلك الأجهزة التنفيذية في دول أخرى تابعة لوزارة الاقتصاد على سبيل المثال، لأنه هي وزارة الاقتصاد بيهمها هذا الموضوع، لأنه إذا أنا بحميش الملكية الفكرية أو براءة الاختراع هذا له نتائج سلبية على التجارة. بالتالي يعني على سبيل المثال إذا أنا يعني أعطيكم الأدوية، الأدوية أكثر صناعة سهل إن الواحد يقلدها. ليش؟ لأنه ممنوع أصلاً دواء يتباع إلا إذا تكتب بشكل تفصيلي شنو المواد الكيميائية اللي داخل فيه. طب واضح إذا المادة الكيميائية 1 2 3 4 أنا بقلدها بكل سهولة. لكن اللي طور هذا العلاج، وأقعد 20 سنة 30 سنة في المختبرات هو يشتغل عليه. أنا أجي بس أعمل بإله وبالتالي أستفيد تجارياً منه. لا يجوز. بدي أنظمه بطريقة ما. طيب عندنا في رام الله معمل من ناحية قانون، بس ما عندنا أجهزة اللي بتتابع هذا الموضوع. ما في عندنا أجهزة تابعة على الشرطة أو أجهزة تنفيذية اللي تلف على مثلا بالضبط ببيع الفيديوز والسي ديز. احنا الفيديو بينزل في أمريكا، في بلجيكا على سبيل المثال، كل ما كان ينزل فيلم جديد نروح نحضره ونتفع بس عندي كتير على سي دي، ما احنا في الجامعة عندنا كتاب بالجامعة بيجي 100 دينار، فاي هاي البوك ستور هون بنصور نفس الجامعة بالضبط. هذا كله راح نحكي عنه. طب جيد انه عندكم رغبة تعرفوا عن هذا الموضوع، نحكي عنه من خلال هذا الموضوع. بس مش ضدهم، يعني البوك ستور لازم يضل موجود في الجامعة.
بس خلينا نشوف نحكي لمصطفى، مصطفى ما تعودناش على مصطفى بدنا تاخذ نص ساعه. نطلب مني مع الطلاب تبعوه راح يجي الطلاب تبعوه. Thank you.